بعد الانقلاب العسكري كان محمد مختار جمعة حريص كل الحرص ان تبقى في حاجة اسمها الخطبة الموحدة، فخلوا الموظفين اللي في المسجد كلهم مخبرين على بعض، ليه المجرمين دول بيراجعوا وبيتابعوا كل خطب المساجد والدروس اللي في المساجد. طبعا في على استحياء كده بس بندعي الغزة وخلاص يعني، فلازم الالتزام الحرفي بالخطبة المكتوبة والتاريخ الإجرامي لهؤلاء على مرأى ومسمع من العالم كله. لكن نتكلم عن عم فضل اللي مات من الجوع هو وعياله ومراته وبيتهم اتهد في غزة؟ لا، 220 آية أو 25 آية اتحذفوا من مناهج التعليم. تخيلوا إلى أي مستوى من الانبطاح والمذلة وصلنا إليها أمام هؤلاء، لأنه مهما يعمله الأزهر بني على القرآن والسنة، فيعملوا فيه إيه غير إن هم يهدموه ويشككوا في شيخه أو يشككوا في مناهجه أو يضعفوا التعليم فيه. ودي الحرب دي من زمان قوي بقى، من زمان. هذا النظام الذي تعمد تجويع الأطفال الذين ماتوا جوعاً هو نفس النظام الذي يريد أن يكون هناك مجموعة من الأراجوزات، أي حد بقى، أياً كائناً من كان، لأنه هذا هو واجب الوقت الآن، وأنه أمثال هؤلاء بينفذوا أجندة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك خطة ممنهجة يسير عليها أعداؤنا خطوة بخطوة، حرف بحرف. هدفهم من وراء هذه الخطة السيطرة الكاملة على كل من يتكلم في الدين الإسلامي، طبعا بتكلم عن الدين الإسلامي طبعا أكيد. هدفهم التحكم والسيطرة الكاملة على كل شيخ أو داعية، سواء كان بيتكلم في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة لو كان بيتكلم في المساجد. الذي سنستمع إليه بعد قليل يلخص لنا رؤية وتحليل وقراءة لتقارير بل ودراسات أنفق عليها مئات المليارات من الدولارات لإحكام سيطرة الأعداء على مساجدنا وعلى مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية. ولما بقول هنا مدارسنا ومؤسساتنا يعني أقصد بيها كل بلا استثناء، كل مساجد ومدارس ومناهج تعليم الدول العربية تحديدا. تعالوا نسمع ونعقب ونعلق مع حضراتكم. الصهاينة يراقب خطب الجوامع في كل الدول العربية ويعطوا ملاحظات ضمن متابعات اتفاقياتهم مع الدول العربية أو حتى ضمن هذه المؤسسات البحثية عبر منظمات آسفة جدا منظمات الأمم المتحدة، هي قد لا تدرك ذلك ولكن يطلب منها حتى نمول مثلا اليونيسف لتطوير التعليم. عليك يا يونيسف أن تطور التعليم في هذا البلد. تطوير التعليم أول جزء فيه أن تلغوا التربية الوطنية. ليش اسم التربية الوطنية؟ أن تزيلوا كل، حتى في الدروس الدينية، كل الآيات التي تشير إلى بني صهيون، كل الآيات التي تشير تاريخياً دور اليهود، كل ذلك يجب أن يزال. نعم، إذن يراقبون ويتحكمون في كل المساجد في جميع أنحاء الدول العربية، ومش بس كده، دول بيراقبوا وبيبدوا ملاحظاتهم، بيقولوا ده صح وده غلط، ده ينفع وده ما ينفعش، ده يتقال وده ما يتقالش. طيب مين اللي بيتحكم في المساجد في بلادنا العربية؟ تعالوا مثلا ناخد كده دولة زي مثلا مصر، وزارة الأوقاف. وأنا كان في وقت من الأوقات لي الشرف أن عملت مستشارا لوزير الأوقاف المصري في حكومة الراحل الشهيد الدكتور محمد مرسي رحمه الله تعالى. وبالتالي أقدر أقول لحضراتكم نعم، كان قبل ثورة يناير وقبل الدكتور مرسي كان في سيطرة قوية جدا، أمنية قوية جدا على جميع المساجد وعلى جميع الخطب. وربما السيطرة دي بعد الانقلاب العسكري ومجيء رأس الانقلاب ومعاه محمد مختار جمعة
الوزير الوحيد اللي لسه مازال باقي حتى هذه اللحظة طوال كل هذه السنوات على رأس وزارة الأوقاف، رغم ملفات الفساد التي تطال هو بشكل شخصي، فضلا بقى عن الخراب المتعمد في المساجد والدعوة وتحويله الداعية إلى أنه يبقى مخبر تابع للأمن. وده خراب حقيقي وممنهج، وواضح ان هو كمان مقصود ان المسجد يفقد قوته، ويفقد حتى كمان امام المسجد يفقد دوره في المجتمع. عشان كده بعد الانقلاب العسكري كان محمد مختار جمعة حريص كل الحرص ان تبقى في حاجة اسمها الخطبة الموحدة. يعني ايه الخطبة الموحدة؟ يعني بتطلع خطبة مكتوبة من وزارة الاوقاف وتفرض فرضا على جميع المساجد سواء كانت التابعة للأوقاف أو لا، ويطلع الإمام يقرأها قراءة حرفية ويلتزم بها حرفيا، ولو لم يلتزم الإمام يروح العامل بتاع المسجد يبلغ على الإمام. فخلوا الموظفين اللي في المسجد كلهم مخبرين على بعض، مش بس على المصلين وجموع المصلين، لا. طيب، هو طبعا قد يفهم ان الخطبة دي جاية من وزارة الاوقاف وبتنزلها الوزارة كل اسبوع على موقعها، لكن الحقيقة ان الخطبة بتبقى مراجعة من قبل الجهات الامنية قبل ان تبث او تصدر لجميع الائمة. ده بقى اللي يفسر لنا الكلام اللي احنا سمعناه من شوية، ليه المجرمين دول بيراجعوا وبيتابعوا كل خطب المساجد والدروس اللي في المساجد؟ لأن هم عايزين يمرروا رسالة معينة. ده نموذج مصر. تعال نشوف مثلا السعودية. السعودية من زمان قوي والخطبة فيها سواء في الحرمين أو في غيرهما مكتوبة ولا بد من الالتزام بها حرفيا، وسمعنا أكثر من مرة الخطب العجيبة الغريبة التي لا تخاطب الواقع ولا تمس الواقع لا من قريب ولا من بعيد، وخاصة في أحداث غزة. طبعا في على استحياء كده بس بندعي لغزة وخلاص يعني. يبقى إذن هذا مقصود. شوفوا مثلا في المغرب، في الأردن، في دول أخرى زي الجزائر، زي تونس وغير هذه الدول، لازم طبعا الإمارات بقى حدث ولا حرج يعني، فلازم الالتزام الحرفي بالخطبة المكتوبة. وهل سمعتم في مرة كده من المرات مثلا طلع خطيب وتكلم عن تاريخ اليهود واليهودية، واستشهد بأدلة من القرآن والسنة ومواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة والتاريخ الإجرامي لهؤلاء على مرأى ومسمع من العالم كله؟ هل سمعنا عن خطيب جمعة اتكلم في هذا الموضوع؟ ممنوع منعا باتا. طيب هنقول والله يعني الموضوع ده محتاج قراءة واطلاع وثقافة وكذا. طب هل سمعتم يوما في ظل الأحداث وفي ظل المجاعة التي مات بسببها الأطفال، مش بسبب المجاعة، بسبب المجاعة المقصودة، بسبب ما الحصار الخانق، هل سمعنا حد اتكلم عن حد اللي مات من الجوع أو حد اتكلم عن كذا؟ لا. أمال المساجد بتتكلم عن إيه؟ شوف أنت كده حضرتك سمعت خطبة الجمعة، أقرب جمعة كانت عن إيه؟ ممكن تلاقي مثلا صلة الرحم، بر الوالدين. ده كانت وزارة الأوقاف عاملة خطبة من كام يوم عن خطورة المخدرات. مخدرات إيه وبتاع إيه وعن إيه؟ ده لسه الكلام ده مع ظل الأحداث اللي حاصلة دي كلها والدنيا المقلوبة دي، انفصال تام عن الواقع. طيب نشوف مثلا الخطب اللي جاية هتبقى كلها عن فضل رمضان والعشر الأوائل والعشر الوسط والعشر الأواخر، كله عن فضل. لكن نتكلم عن عم فضل اللي مات من الجوع هو وعياله ومراته وبيتهم اتهد في غزة؟ لا. ليه؟ طيب هل ممكن ندعي على الظالمين في المساجد؟ لا. طب ليه الدعاء على الظالمين ممنوع؟ هو كده لعل الكلام اللي احنا سمعناه دلوقتي في الفيديو ده بيؤكد لحضراتكم بما لا يدع مجالا للشك، مين اللي بيرسم خطط الجمعة في مساجدنا؟ والله العظيم دي مصيبة، كارثة، إن ناس ما تعرفش أي حاجة هم اللي بيتحكموا في المساجد. مش بس بيتحكموا في مناهج التعليم كما قالت المتحدثة، وزي ما احنا أشرنا قبل كده في فيديوهين قبل كده عن حذف آيات من القرآن الكريم في مناهج التعليم في الأردن، 220 آية أو 25 آية اتحذفوا من مناهج التعليم.
نفس الكلام اتعمل في مصر وفي المغرب وفي السعودية وفي الإمارات. كل الآيات اللي بتتكلم عن اليهود وبتتكلم عن تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، والآيات اللي فيها حديث عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده بقى ممنوع في المناهج. تخيلوا إلى أي مستوى من الانبطاح والمذلة وصلنا إليها أمام هؤلاء، تخيلوا. وطبعا كل هذا يحدث تحت عنوان تطوير التعليم. تطوير التعليم بنسمعه من زمان أو من أول ما اتولدنا احنا كده، المدرسين من حضراتكم واللي كانوا بيدرسوا تلاقي مكتوب على الحيطان وعلى الجدران تطوير التعليم، تطوير التعليم. تحت هذا العنوان بيتم حذف الآيات والأحاديث اللي فيها حديث عن بيزعل الجماعة دول، احنا مش عايزين نزعلهم أبدا، مش عايزين يبقى في أجيال طلعة تفهم كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا، وبالتالي لو فهموا صح هيفهموا ان دول اعدائنا، فنحن لهم بالمرصاد. إذن اللعب في المناهج التعليمية موجود من سنين طويلة، وروح حضرتك كده شوف المناهج التعليمية بتاعت ابنك او بنتك بيدرس ايه في التاريخ، في الجغرافيا، المصطلحات التي تمرر له حتى في كتاب القراءة لو بيدرس بالعربي ولا بالانجليش ولا بأي حاجة، وشوف كمان الاستشهاد والاستدلال بالآيات والأحاديث في أي كتاب من الكتب الدينية اللي هو بيدرسها، حتى لو كان بيدرس في الأزهر. اللي باقي بس بالنسبة لهم عمل لهم يعني شوكة وغصة في حلقهم هو الأزهر الشريف ككيان، لأنه مهما يعملوا الأزهر بني على القرآن والسنة، فيعملوا فيه إيه غير إن هم يهدموه ويشككوا في شيخه أو يشككوا في مناهجه أو يضعفوا التعليم فيه. ودي الحرب دي من زمان قوي بقى، من زمان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الأزهر الشريف ومعاهده وطلابه وشيوخه وجامعته وجامعه، ونسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. طيب السؤال بقى الأهم، عرفتوا بقى ليه حضراتكم أن كل نظام مستبد بيحكمنا دلوقت، هذا النظام الذي تعمد تجويع الأطفال الذين ماتوا جوعا هو نفس النظام الذي يريد أن يكون هناك مجموعة من الأراجوزات في شكل مشايخ يطلعوا يتكلموا في الحيض والنفاس والأخلاق الفاضلة والصدق والأمانة وفضل شعبان وفضل رجب وفضل رمضان وفضل الذكر وفضل النهار وفضل الليل وفضل الله بركات وفضل الله شعبان، أي حاجة، بس ما يتكلموش عن أي أحداث تخص وتهم الأمة. خدتوا بالكم بقى الفكرة راحت فين؟ عشان كده لما تسمعوا المشايخ اللي بيتكلموا في هذه المواضيع دول خونة. نعم الشيخ أو الإمام أو العالم أو الداعية اللي بيصدر نفسه للناس تحت هذه المصطلحات بيطلع يتكلم في ظل اللي بيحصل ده من مجاعة قاتلة تقتل الصغير والكبير، وطالع يتكلم عن فضل رمضان. قل له رمضان مين اللي انت بتتكلم عليه؟ الشيخ اللي يطلع يتكلم عن فضل الصيام وفضل القيام هو خائن. نعم خائن لله ولرسوله وخائن لعامة المسلمين وقضاياهم، خائن. اللي يطلع يتكلم عن الصلاة والصيام وما يتكلمش على اللي بيحصل من مجاعة يبقى خائن. وقولوها وانتم مطمئنين، أي حد بقى أيا كائنا من كان، لأنه هذا هو واجب الوقت الآن، وأنه أمثال هؤلاء بينفذوا أجندة إما بعلمهم أو بجهل منهم خلاص، وأمثال هؤلاء لا يعذر الواحد منهم بجهله، لا ما ينفعش ان احنا نعذرهم بجهلهم، والا ما يبقاش داعية ولا عالم ولا شيخ، تبقى جاهل الواقع وانت شايف ان النظام بيوجهك انك تتكلم في الاخلاق الفاضلة والاذكار والزهد وانت بعيد كل البعد اصلا عن هذه المعاني، وكمان تنفصل عن الواقع وتخدر مشاعر الناس. طب ما انت كده بتنفذ أجندة النتن واللي أنتن منه، وأنت كمان بقيت أنتن منهم، وبالتالي هذه خيانة وهؤلاء خونة، فانتبهوا واحذروا يرحمكم الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.